وكان مراسلنا وليد هناي وثق الاستهدافات الإرهابية على معبر الكاستيلو واستطلع آراء بعض الصحفيين الأجانب المتواجدين في المنطقة. المشاهدة الإخبارية السورية في هذا اليوم الذي شهد نظام للتهدئة من قبل الحكومة السورية، وهذا اليوم الذي حدد لإخراج المسلحين عبر معبر الكاستيلو. نحن تواجدنا منذ ساعات الصباح الأولى وقمنا بالبث المباشر على مدار هذا اليوم حتى اللحظات. كان هنالك خرقا واضحا لنظام التهدئة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة باستهداف هذا المعبر بقذائف صاروخية. الدولي بحاول حاليا المدنيين قتلى وحتى الإرهابيين قتلى، بس الإرهابيين مسك المدنيين، ويعني ممنوع إنه أي حدا يطلع. ما شفت حدا بالشارع. هاي ثلاث مرة أنا بحلب، وكثير أنا رات المشفى بحلب. امبارح كنا بمشفى رازي وشفنا كثير مصابين بال يعني خطر كثير، وشفنا كمان كثير يعني استشهدين. نلاحظ الآن عبر لقائنا مع إحدى الصحفيات القادمة من كندا، هذه الصحفيات الأجانب الذين تقدموا إلى طريق ومعبر الكاستيلو، ورصدنا واقع تساقط القذائف. إذن تصعيد إرهابي جديد يعمل باتجاه طريق الكاستيلو. نلاحظ الصاروخية قذائف الهاون للمرة الثانية لهذا اليوم، يتعرض معبر الكاستيلو لعدد من القذائف الصاروخية. نحن جاهزين عم ننفذ أوامر القيادة بضرورة تأمين كافة لمن يرغب أن يخرج من المناطق التي تحصد المسلحين، وللأشخاص الذين هم رهائن عند هؤلاء المسلحين جاهزين لتأمينهم بسيارات إسعاف بأطقم طبية. هذا المعبر الذي ترصده لكم عدسة الإخبارية السورية، الأجهزة الأمنية المتواجدة على طول هذا المحور، قوى الأمن الداخلي، مديرية الصحة بكادرها الإسعافي وعرباتها المجهزة بالمواد الأولية الإسعافية. الحكومة السورية قدمت كل التسهيلات الممكنة من أجل خروج آمن للمسلحين والمدنيين من كافة المعابر التي أعلنت عنها ضمن الهدنة الإنسانية، لكن المسلحين على العكس من ذلك تماما بدأوا باستهداف هذه المعابر الإنسانية وبدأوا بالضرب على قوات الشرطة الموجودة وعلى المدنيين الموجودين. يوما كاملا والتجهيزات اللوجستية هي أتت من قبل الحكومة السورية، إلا أن التصعيد الإرهابي ونقضا لنظام التهدئة أتى في عدة مرات باستهداف معبر الكاستيلو. وليد هناي، الإخبارية السورية، معبر الكاستيلو، شمال حلب.